يعني هناك الآن سفيان العلودي، يعني كل الجماهير تهتف لهذا اللاعب، ونعرف عشق الجمهور الرجاوي لسفيان العلودي الذي يعود بالنسبة للرجاويين. هذا حدث يؤرخ في هذا اليوم، يوم 27 أكتوبر، عودة سفيان العلودي إلى الميادين، إلى مركب محمد الخامس الدار البيضاء، إلى فريق سولو الرجاء، كما يعني الرجاويون يفضلون تسمية هذا الفريق فريق الرجاء، فريق يعني فريق الطبقة الشعبية كما يعني يحلو لجماهيره أن تسميه فريق الرجاء البيضاوي. هناك تغيير أيضا في صفوف فريق وفاق سطيف، يدخل الكاميروني أومباري فرانسيس مكان اللاعب نبيل حماني. يعني نبيل حماني كان مزعجا لدفاع فريق الرجاء البيضاوي.